اولا بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما اعطى ولله ما اخذ، كل شيء عنده بوقت. الله يرحم مرحوم مسكين المامول الفقير، كان ينزقان في احد ابنائها البراره اللي كانوا كنحبوهم بزاف، لا هو العائله ديالو لا خوتو هشام لا عبد الرحيم. في هذه اللحظات كيصعب اللسان انه يقول شي حاجه، فالله يرحمونا الا وين يرجعونا. اليوم في هذه الفجعه اللي جاتنا في هذا الصباح، صراحه فجعه اللي كانت تلقاوها عند اخونا وحبيبنا وعائلتنا ديال عائله الفقير، كنطلبوا الله المغفره لهذا السيد، لان في مقتبل العمر ديالو انسان اللي يلا بدا حياه ديالو في العمل، وهذا هو اللي هذا هو لوسونسي ديال 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 الشاب اللي بغى يدافع. ولكن الحمد لله كنتمنى ان شاء الله للرحمن المغفره، وخصنا نردوا الاعتبار لجميع رجال الامن، لان بدون رجال الامن ما غاديش نوقفوا هنا وما غاديش نكونوا حتى حنا، وغادي تكون واحد النوع ديال السيبه. كنتمنى ان شاء الله من جميع الاخوان والاخوات اللي ترحموا على هذا السيد يترحموا عليه، لانه هو واحد الانسان اللي هو ظريف، وصراحه كنتاسف لهذا السيد في هذا النهار، والله يرحمه ويوسع عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما كتشوفوا الفاجعة ديال مدينة إنزكان، لا وهي فقدنا واحد الشاب اليوم اللي من خيرات الشباب ديال المدينة، اللي مشى ضحية ديال تهور بعض الشباب. وهذا الابن هذا اللي غنقول لكم راه إنزكان كامل ما نعساتش بهذا الفاجعة هذه. واحد الإنسان طيب سي المامون الفقير ابن العائلة الكبيرة بمدينة إنزكان، هذا الشاب هذا اللي اش غنقول لكم، راه نوصف لكم الشاب راه ما يمكنش ليا نوصف لكم. وخير دليل اللي كتشوفوا هذا الحضور الهائل ديال الناس اللي حضروا في الجلسه ديالو في التشريع ديالو، لا من الامن لا من مختلف المصالح الامنيه والاداريه ديال مدينه انزكان. المسببات كثيره ديال هذه الوفاه هذه، اللي اش غنقول لكم اللي حنا خصنا نوقفوا عليها، ونوقفوا على المدينه، ونوقفوا على المشاكل ديالها والمشاكل اللي كتخبط بها الشباب. اش غنقول لكم، إنا لله وإنا إليه راجعون.